نعم، إذن يودع العالم بعد ساعات معدودة عام 2023 ويدخل متوترا إلى بوابة عام 2024. العام الجديد ورث عن سابقه تركة ثقيلة من الحروب والأزمات في غزة وفي أوكرانيا وفي السودان، الأمر الذي يؤدي إلى انحسار مساحات التفاؤل في قلوب ونفوس الكثيرين. الآن أنظار العالم مشدودة إلى ما يحدث في غزة، وكثير من الأسئلة تفرض حضورها، أهمها متى تتوقف الحرب؟ من سيتولى إدارة زمام الأمور في غزة في اليوم التالي للحرب؟ هل يتحول شمال البلاد إلى ساحة حرب أخرى؟ وهل يمكن أن يمتد القتال في غزة ويتحول إلى حرب إقليمية؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها ينضم إلينا من الناصرة الكاتب الصحفي نظير مجلي. أهلا ومرحبا بك. مرحبا بك عزيزتي سيماء وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات. دعني بداية أسألك، كيف ستتذكر عام 2023؟ أولا دعيني يعني أتوجه للإخوة المشاهدين والمشاهدات المحتفلين بالأعياد بقدر ما يمكن أن نكون طبعا حزينة للغاية لما يجري في غزة، فأنا على صعيد ووطني طبعا السعادة والصحة والنجاحات والهدوء والسلامة بالتأكيد. طبعا هذا العام كان بالأساس عام الحرب الغير طبيعية التي نراها في غزة، وأقول حرب غير طبيعية لأنه على الرغم من كل المآسي التي مرت على البشرية منذ الحرب العالمية الثانية حتى اليوم، لا يوجد مثل هذا الهجوم على غزة على الرغم من كل ما سبقه وكيف تدحرج. إذن هنالك خلل تقني أعزائي المشاهدين والمشاهدات، سوف نعود بعد قليل لمتابعة هذه المقابلة. سنحاول التواصل من جديد مع الأستاذ الكاتب والصحفي نظير مجلي من الناصرة. كونوا معنا ونعود إليكم بعد قليل. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء، ونعود إلى ضيفنا عبر الزوم في بث حي ومباشر مع الكاتب والصحفي الأستاذ نظير مجلي. أسعد الله مساءك من جديد. أهلا بك عزيزتي سيماء وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات. يعني دعنا نعود قليلا إلى نقطة البداية، ويعني كيف تستذكر من جديد من فضلك عام 2023؟ كان عاما قاسيا خصوصا في الأشهر الأخيرة فيه التي رأينا فيها تدهور الأوضاع في الساحة الإسرائيلية الفلسطينية، حيث وقعت أحداث دامية راح ضحيتها في البداية مجموعة من المدنيين الإسرائيليين عربا ويهودا نتيجة لهجوم حماس، ومن ثم جاء الرد الإسرائيلي الذي لا يمكن تصوره أن يتصوره عقل في هجوم شديد وشرس تسبب في دمار هائل في قطاع غزة وتسبب في عدد هائل من القتلى والجرحى والمصابين والمشوهين والمعوقين، وما زلنا نعاني من هذا الهجوم ومن آثاره وهو مستمر حتى اليوم. ندخل إلى عام 2024 في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بأضواء الزينة والمفرقعات، يعيش شعبنا الفلسطيني في ظل تلك المتفجرات الهائلة التي لا تبقي إنسانا في مكانه ولا تسمح لأحد أن يعيش براحة، ويتهدد هذا الشعب الآن مصيرا بائسا لسنين طويلة. هذه مأساة كبرى طبعا، نحن نعاني كل معاناة ونشعر بكل معاناة لأي شعب في العالم عندما يتعرض للضائقة، وأوكرانيا تهمنا مثل ما تهمنا كل المنطقة، ولكن ما يحدث اليوم في غزة لم يشهد له التاريخ سابقا منذ الحرب العالمية الثانية، ولذلك هذا أمر رهيب وسيكون تبانه باهظا جدا للمستقبل لجميع شعوب المنطقة للأسف الشديد.
نعم، السؤال الذي يبقى دائما يطرح، هل من الممكن أن تمتد الحرب في قطاع غزة لتصبح حربا إقليمية؟ ونحن لا نغفل عما يجري في منطقة الحدود الشمالية. الخطر قائم طبعا، نحن موجودون في حالة حربية معينة في الشمال وكذلك في الضفة الغربية، والأمور تتسع، الحوثيون يعملون من جهتهم، ونرى أن البحر الأحمر أصبح هو أيضا منطقة مهددة، ومن الممكن جدا أن تنتشر الأمور إلى حرب إقليمية، بل حتى من الممكن أن تتدهور الأمور إلى حرب عالمية. الآن يوجد جهد كبير عند أوساط كثيرة لكي لا تقع هذه الحرب، ولكي لا تتسع نطاقات حرب غزة إلى ما هو أكبر من ذلك. وهناك جهود حقيقية لدى الولايات المتحدة وفرنسا مع إيران وحزب الله والحكومة اللبنانية، كذلك الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل أن لا تتدخل في قضية الحوثيين، وهي تتولى الأمر مع تحالف كبير لها في المنطقة، وتحاول أن تخاطب الحوثيين وتدير مفاوضات غير مباشرة معهم أيضا لكي لا تتسع دائرة الحرب أكثر. وحرب غزة حتى هي تتقلص، وليست كما بدأت في 8 أكتوبر، ولكن هي أيضا ما زالت تهدد بالخطر. لدينا أمل أن ينجحوا في تطويق هذه الأحداث، لأنها فعلا من الممكن أن تتدهور بكل سهولة إلى حرب إقليمية، ولا أحد يستطيع أن يضمن أن لا تتحول إلى حرب عالمية إذا ذهبت إلى حرب إقليمية. منذ بداية الحرب أستاذ نظير، وهناك سؤال كبير يطرح، ماذا عن اليوم التالي للحرب؟ والسؤال لماذا أيضا كل هذا التأجيل والمماطلة في بحث قضية فترة ما بعد الحرب في غزة في الجانب الإسرائيلي؟ هناك قوى عديدة في عالمنا ومنطقتنا بشكل خاص تريد من هذه الحرب رغم كل كوارثها أن تتحول إلى أمل، أن يفتح فيها باب لإمكانية مسيرة سياسية تضع حدا للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتجد له حلا عن طريق إقامة سلام شامل في المنطقة بين إسرائيل والدول العربية جمعاء، وبضمنها أيضا حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. هذا الحل طبعا توجد له قوى معارضة عربيا وفلسطينيا وإسرائيلية، توجد له أكثرية ساحقة في كل لدى كل شعوب المنطقة بأن ينجح، وأيضا في إسرائيل الغالبية الساحقة تؤيد هذا الدور، ولكن هنالك قوة في جميع المتطرف تمنع هذا بكل قوة، وتضع بالعراقيل أمامه لدرجة أنها تضغط على نتنياهو حتى لا يبحث أبدا ولو إمكانية لمرحلة انتقالية حتى إلى هذا المكان، وهذا طبعا خطير للغاية، ولكنه يوجد وراءه قوة جدية أيضا في المجتمع الإسرائيلي. الولايات المتحدة تسعى بممارسة الضغوط على إسرائيل، بلينكين قادم إلى المنطقة لكي يسعى أيضا هو إلى التقدم في هذا الشأن، وهنالك حتى ضغوط أمريكية على إسرائيل أن تجري هذه الأبحاث، ونتنياهو كان ينوي أن يعقد اجتماعا بهذا الشأن يوم الثلاثاء الماضي، ولكنه ألغى الاجتماع نتيجة للضغوط التي مارسها عليه شركائه في الائتلاف اليمين المتطرف سموتريتش وبن-غفير، وتراجع. ومع ذلك هو يعد الأمريكيين بأن يعيد البحث، ومع هذا البحث الذي يجري الحديث عنه من الآن يتضح أن هنالك قوة تحاول أن تعرقل. مدرش اليوم أطلق تصريحات يريد فيها ترحيل الغالبية الساحقة من سكان غزة، بالكاد يريد أن تستوعب 100 أو 200 ألف، يعني يريد تهجير مليوني إنسان، ويريد إعادة الاستيطان في قطاع غزة. وطبعا هذا التوجه لا ليس فقط لا ينقذ المنطقة من الحرب، بل يدفعها دفعا إلى حرب شعواء من الممكن أن تهدد الكثير من الكيانات والشعوب وبضمنها إسرائيل. نسمع أصواتا في إسرائيل تقول إنه بالإمكان الاعتماد على لجان محلية أو حتى عشائر في غزة التي تتولى مسؤولية إدارة الأحياء في قطاع غزة من ناحية مدنية، هل هذا الأمر قابل للتنفيذ؟ الناس الذين يفكرون بهذه الطريقة لا يعرفون غزة، وليس صدفة، يعني أصلا كل هذه الحرب نشأت نتيجة لأن القيادات الإسرائيلية لا تقرأ بشكل سليم ماذا يحدث في غزة، وإن قرأت لا تفهم ماذا تقرأ. توجد أوضاع في غزة لا تسمح بمثل هذه الحلول، والشعب الفلسطيني منذ زمن طويل عشرات السنين
طرحت علي فكرة أن يكون هناك تنظيمات محلية تقيم روابط قرى وحكم ذاتي وبدلي. الشعب الفلسطيني بحاجة لدولة فلسطينية، وتوجد لديه قيادات ممكن أن لا تعجب إسرائيل ولا تعجب حتى الفلسطينيين، ولكن في نهاية المطاف يجب أن يكون هناك قيادة تكون عنوانا للخطاب للحساب. فهذه القيادة ينبغي أن تكون منتخبة من الشعب، والشعب الفلسطيني يريد ومصر وبحاجة من السائل لإجراء انتخابات. ولكن من الآن حتى الانتخابات يجب أن تكون هنالك مرحلة انتقالية. المرحلة الانتقالية تحتاج إلى قيادات محلية بدون شك، والآن توجد قيادات محلية، يعني حماس اليوم موجودة تحت الأرض، هي لا تحكم في قطاع غزة. ومن يدير المؤسسات الصحية ومن يدير المؤسسات الأخرى الاجتماعية في قطاع غزة اليوم هي السلطة الفلسطينية، وهكذا كانت أيضا في زمن حكم حماس. لذلك الطبيعي هو أن تكون هناك مرحلة انتقالية تتولى فيه القيادات الميدانية إلى الجانب السلطة الفلسطينية الأمور، ويبدأ البحث عن حل. الشعب الفلسطيني يختار كيف يكون، لأنه يعني من يحكم الفلسطينيين هم أولئك الذين يختارهم الفلسطينيون، مثل أي دولة في العالم، مثل أي ديمقراطية في العالم. والشعب الفلسطيني سواق للديمقراطية ويريد أن تكون تلك بانتخابات عامة صريحة ديمقراطية حرة تحت مراقبة العالم كله. هذا أمس الحاجة للشعب الفلسطيني زي هذا الأمر، وكل القيادات توافق على هذا التوجه، وكانت لدينا تجربة من هذا النوع في سنة 2006 وجرت انتخابات بشكل حر. فمن هنا فإن البحث عن قيادات تكون بديلة عن القيادات القائمة، قيادات تجري وفقا للانتخابات في تل أبيب أو واشنطن أو أي بلدة عربية، هذا غير معقول، غير مقبول، ولن يكون يعني غير واقع أيضا. فلهذا ينبغي أن تعطى هذه التجربة فرصة، ويجري التفكير بشكل جدي وعميق بأن تتحول الكارثة التي يعيشها أهل غزة اليوم وشعبنا الفلسطيني عموما، تتحول إلى بارقة أمل تنطلق فيه مسيرة سياسية تفضي إلى عملية سلام حقيقية بين إسرائيل وبين الشعب الفلسطيني، وبالتالي أيضا مع الدول العربية. كيف تقرأ طبعا الآن قبل أن ننتقل للحديث عن الجانب العالمي، بداية كيف تقرأ حالة التوتر بين أعضاء الائتلاف الحكومي؟ يبدو وكأن بعضهم انطلق بحملته الانتخابية. طبعا هو النقاش الحر في أي دولة هو مفيد وقد ينتج نتائج إيجابية. المشكلة هنا أن النقاشات الموجودة حاليا تدور حول فلك مصالح شخصية ومصالح حزبية ضيقة في وقت تعيش فيه البلاد حالة وطنية صعبة. يعني أنت تدخل حرب بغض النظر الآن من الذي بدأ الحرب وكيف بدأ الحرب وكيف تدار الحرب، ولكن أنت في بلد في حرب. القيادات السياسية في إسرائيل بغالبيتها الساحقة لا تبدي شعورا بالمسؤولية تجاه هذه الحرب وتجاه النتائج التي يجب أن تخرج إليها. كل حرب يوجد لها هدف سياسي، في إسرائيل حتى الآن لم يحددوا الهدف السياسي. الهدف الذي وضعوه للحرب هو استراتيجيا وهدف غير واقعي وغير قابل للتطبيق، واليوم يعترفون في إسرائيل بهذا الأمر، ولذلك غيروا اللهجة من إباجة حماس إلى ضربة قاضية للقدرات القيادية والقتالية لحركة حماس. وليس هذا فقط، بل هنالك صراع إلى جانب هذه الحرب يبين أن هنالك من يريد إطالة الحرب، ليس لأنه توجد حاجة لإطالتها، بل لأنه توجد حاجة حزبية سياسية لرئيس الحكومة وللتيار اليميني الحاكم. ونحن نتحدث عن الناس يموتون أيضا إسرائيليون، فكيف يمكن لهذه القيادة أن تتصرف بحكمة ومسؤولية إذا هذا الوضع؟ هذه القيادات توجد لديها مشكلة جدية في الرؤية الوطنية، وهذه القيادة تتخبط فيما بينها لدرجة أننا نجد أن مجلس قيادة الحرب الذي من المفترض أنه قام على أساس وحدة وطنية معينة يدخل في صراع داخلي بين رئيس الحكومة من جهة وبين جالنت من جهة ثانية وزير الدفاع، مع أنه من الليكود هو أقرب برأيه من آراء الجيش، وكذلك جنس وأيزنكوت، وهما لا يستطيعان أن يغادرا المجلس الآن طالما هنالك حرب، ولذلك يطيلون الحرب حتى يطيلون أيضا هذه الإمكانية، ويوجد خلاف بين الجيش وبين القيادة السياسية، وطبعا يوجد خلاف بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة في هذا الشأن.
ومع أن الولايات المتحدة قدمت كل الدعم لإسرائيل وكانت شريكة في هذه الحرب بشكل فعلي على طول الطريق، نجد أن هناك من يتطاول عليها الآن ويتمرد عليها ويقول يجب أن لا تفرض علينا ويجب أن لا تتدخل في شؤوننا. حتى هناك اليوم من ينادي بأنه يجب عدم الاعتماد على الولايات المتحدة في الدعم لإسرائيل. فنشعر أن هناك نوع من القيادات الضحلة التي لا يوجد لديها فكر استراتيجي واضح ومستعدة أن تدخل في معارك مع جميع الأطراف بما في ذلك مع القوى التي تحتضن إسرائيل وقد تقدم لها مساعدات، وهؤلاء يلحقون ضررا كبيرا في إسرائيل نفسها قبل أن يلحقوا ضررا في الشعب الفلسطيني أو في ما يسمى العدو في هذه الحالة. الآن لنتحدث أستاذ نظير عن منطقة الشرق الأوسط. واضح جدا أن عام 2023 كان عاما حافلا بالأحداث والتحركات على الصعيد السياسي في هذه المنطقة المتأثرة بالصراع الأمريكي الروسي. إلى أين تتجه الأمور في العام المقبل من حيث بناء قطب ينافس القطب الأمريكي نرى فيه الصين وروسيا، وهناك من يطرح اسم الهند كلاعب أساسي ومؤثر عالميا؟ الإدارة الأمريكية اتخذت مارست سياسة في المنطقة خاطئة بشكل فاحش، كان ذلك في زمن ترامب واستمر ذلك بشكل أقسى بزمن بايدن. هم أرادوا أن يخرجوا من منطقة الشرق الأوسط لكي يخففوا الأضرار للسياسة الأمريكية، وفعلوا ذلك عن طريق أيضا عدم قراءة سليمة للأوضاع في المنطقة. لم يأخذوا في عين الاعتبار أن العالم العربي اليوم توجد فيه قيادات شابة لديها تفكير مختلف عن القيادات السابقة وتنوي أن يكون لها حضور في المنطقة وفي العالم. أتحدث عن الإمارات، أتحدث عن البحرين، عن السعودية، عن سلطنة عمان، الكويت، زي كلها دول فيها قيادات جديدة تفكر بطريقة جديدة. كذلك الأمر مصر والأردن هم وغالبيتهم استحقوا هم أصدقاء الولايات المتحدة، لكنهم يشعرون بأن الولايات المتحدة طعنتهم في الظهر. لذلك رأينا أن السعودية تقوم بنوع من الانتفاضة على السياسة الأمريكية وخرجت إلى فكرة الانفراج في الشرق الأوسط، الانفراج قصدت به أن تقيم علاقات مختلفة إيجابية مع كل دول المنطقة، وبدأت ذلك مع قطر التي كانت على خلاف مع دول الخليج، ثم فتحت الباب على العالم الصعيد أمام علاقة مع إيران وكذلك مع تركيا التي كانت في صدام معها، ثم انفتحت أكثر باتجاه الصين وروسيا مع أنهما كانتا بعيدتين عن العلاقة مع هذه الدول. وعندئذ فطنت الولايات المتحدة لأن تتحرك ورأت أن ما يقوم أمامها هو حلف ضخم تنضم إليه عمليا دول تمثل الغالبية السابقة من دول العالم، عندما خصوصا عندما دخلت الهند إلى المجال كما تفضلت بالسؤال. فعندما تجد أن الصين وروسيا والهند والدول العربية كلها تقوم باتجاه واحد لمحور جديد وهنالك إيران ومحيطها ومحورها أيضا القريب أكثر من هذا المحور، إذا الولايات المتحدة ستصبح معزولة. من هنا جاء بايدن بالفكرة التي يطرحها الآن والتي من الممكن أن تكون حلا لكارثة غزة أيضا وكارثة الشعب الفلسطيني برمته، وهي أن تذهب إلى سلام شامل يغير العلاقات داخل المنطقة من جهة، وطبعا يكون قريبا من الولايات المتحدة من دون أن يكون في عداء مع الصين ومع روسيا، وطبعا تكون فيه قوتان أساسيتان الهند والعالم العربي. هذا وضع قد يكون مثاليا إذا نجح، وقد يأتي بحلول سلمية لكل الصراعات في المنطقة بما فيها اليمن، بما فيها داخل العراق، بما فيها داخل سوريا، بما فيها سوريا وتركيا. يعني نحن إذا منطقة منتهبة، فإنت إذا ذهبت إلى هذا الاتجاه من الممكن أن تنقض الفتر في كل المنطقة، وهذا أمر واقع، هذا ليس يعني انصعد المنال بهذا الشكل. ولكن توجد قوة في إسرائيل ضيقة الأفق لا تفكر في هذا الاتجاه، توجد أيضا قوة معينة عربية هي أيضا ضيقة الأفق ولا تريد أن نذهب إلى هذا المجال. وطبعا يوجد تجار أسلحة وتجار حروب في العالم ليسوا معنيين أبدا أن يكون مثل هذا الآن مثل هذه العلول وأن يبقوا في يبيعون السلاح ويربحون المال من وراء ذلك. فهذه صراعات دائما تعمل بكل جهة.
هذه الشعوب التي تقود أنظمتها إلى هذا الاتجاه هي شعوب تبحث عن ازدهار أيضا لأبناء شعوبها. لنرى ماذا يحدث في السعودية اليوم، كيف يعني نرى أن الجمهور السعودي يحب طبعا الصوم والصلاة والتدين، ولكن إلى جانب ذلك يحب الموسيقى ويحب الفرح ويحب العلم ويحب التكنولوجيا. نعم. وهذا الأمر ينطبق على كل شعوب المنطقة، وقيادتها تحاول أن تتجاوب مع شعوبها في هذه الرغبة وهذه المصلحة البشر كله. الكاتب الصحفي الأستاذ نظير مجلي، كنت معنا في بث مباشر من الناصرة عبر الزوم، شكرا جزيلا لك. شكرا لك يا عزيزي. المشاهدون والمشاهدات الأعزاء، نخرج الآن إلى فاصل قصير ثم نعود بعد قليل لمتابعة باقي فقرات حلقتنا الخاصة لهذا اليوم، ابقوا معنا.